من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدعم الأمريكي لمصر خلال الفترة الماضية لا يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين ولا يحقق المصالح المشتركة. وخلال لقائه وفدا من مجلس النواب الأمريكي، شدد وزير الخارجية على الدور المهم للكونغرس في نقل صورة أكثر وضوحا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر. واستعرض شكري خلال اللقاء الرؤية المصرية للتصعيد الجاري في الأراضي المحتلة، مؤكدا موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، كما تبادل مستجدات ملف سد النهضة والتحديات التي تواجه الأمن المائي المصري. وقد أكد وفد الكونغرس أن المصلحة الأمريكية تقتضي تعزيز وتقوية العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر وتقديم الدعم اللازم لها.